قدم حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بوفاة صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله، وذلك في قصر الوجبة بالعاصمة القطرية. كما قدم جلالة الملك المفدى تعازيه ومواساته إلى أصحاب السعادة أنجال الفقيد وإلى أسرة آل ثاني الكرام، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة الملكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. مشيدا جلالة الملك المفدى بمآثر ومناقب الفقيد وجهوده رحمه الله في خدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية، وإسهاماته مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرته المباركة. وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الأخوية الصادقة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بمفور الصحة والسعادة. وكان جلالة الملك المفدى قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى مطار الدوحة لتقديم التعازي والمواساة بوفاة صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رحمه الله. وكان في مقدمة مستقبل جلالته في المطار معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري. وكان جلالة الملك المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته متوجها إلى دولة قطر الشقيقة. هذا وقد عاد جلالة الملك المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته مساء اليوم.